احنا واقفين عند البلاكة ديال الطاكسي كانت رايا لها عطينا هنا في كولبير، من كولبير ولات الانتيردي، ما بقيناش كتشوفوا مع نظالات الشارع ولا اصلا الانتيردي، عاك يجيب ما كيديش. قال لك اخويا غتوليو تاخذوا من المخبازه اللي كنوقفوا لها، كيجيك رجل الامن كيقول لك اخويا حيد ليا من هنايا، راه عندك من البلاكه عندك 50 متر فين غتوقف، راه من البلاكه الا بغات القانون ديالها 50 متر، 50 متر فين هي؟ كل نهار كيجيك واحد، كل نهار كيجيك مسؤول بشكل، ولا واحد حيد ليا من هنا، كينعس كيفيق كيبان لي الطاكسي، وحيد من ملي كتكون الخدمه حتى واحد ما كيهضر معانا، الناس هنا كتكون مجموعه، كيقول حيد ليا الناس، حيد ليا الناس من هنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يرزقنا شي طرف الخبز اخر، والحل اللي ديروا معانا حل ولا يدخلوها هبه ملكيه يدخلوها، ما بقيناش باغيين حنا الطاكسي، راه ما بقيتي كتبيع، ما بقاتش كروسه، ما بقاتش فراشه، الطاكسي ها هو مشى، هو حسبنا نبداو نموتوا حنا وكل شيء غالي، ولادنا حنا وقيلا غنخرجوا عيالاتنا يبداو يفسدوا هنا وقيلا، هادشي اللي باغي نوليو نجيبوا عيالاتنا ونبيعوهم حنا في الشاطي باش يبقاو لينا على خاطرهم وتقهرنا في هاد البلاد.